السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العرب في الجاهلية يوصون للأبناء ويهملون الآباء والأقرباء، وكانوا أحيانا من باب التفاخر يوصون للبعداء ويتركون الأقرباء فقراء. فنزل قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانت الوصية في أول الأمر واجبة حتى نزلت آية المواريث في سورة النساء، فتحولت الوصية من الوجوب إلى الندب والاستحسان. فإن كانت الوصية بالمعروف وفي حدود الثلث ولا وصية لوارث، حفظها الله عز وجل من التبديل والتغيير، وأنزل قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإن جار الموصي في وصيته ومال عن الحق إما على سبيل الخطأ أو العمد، فماذا نفعل؟ وجبت النصيحة بالمعروف ورد الوصية للعدل والصواب، وأنزل الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف وخشي وعلم من موصي ميلا عن الحق إما جنفا أو إثما، فما الجنف وما الإثم؟ الجنف هو الميل عن الحق دون تعمد، إما خطأ وإما جهلا. أما الإثم فهو الميل عن الحق عمدا، فيوصي مثلا بأكثر من الثلث، أو يوصي لوارث لا تحل له الوصية، أو يوصي للأباعد والأجانب ويترك الأقرباء فقراء، أو يوصي بمعصية. ولك أن تتخيل حال الموصي بدل من أن يختم حياته بطاعة يختمها بمعصية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الإضرار في الوصية من الكبائر. وفي هذا إشارة في غاية الأهمية للموصي أن يستعين بأهل العلم والدين والصلاح في أمر وصيته قبل أن يشرع فيها، وعلى أهل الصلاح المبادرة لنصح الموصي بالحق والعدل قبل أن يشرع في كتابة وصيته، وهذا أفضل بكثير من إصلاح الوصية بعد كتابتها. فإن لم يستجب، سعى في إصلاح الوصية بالتراضي بين الأطراف بعد موت الموصي. ومن سعى في إصلاح الوصية فلا إثم عليه، لأنه غير الباطل بالحق، ولا حرج عليه، بل هو مأجور إن شاء الله. والإصلاح بين الناس فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. فإن رفع الأمر إلى القضاء فلا بد للقاضي أو ولي الأمر رد الوصية إلى الوجه الصحيح والمشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله غفور رحيم، غفور لعباده ورحيم بهم. جزاكم الله خيرا.